أهلا وسهلا إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا المشاكل اللي كتكون في طقم الأسنان السفلي. دونك بزاف الناس كيلقاو مشاكل في طقم الأسنان السفلي لعدم الثبات ديالو. دونك احنا غادي نحاولوا نهضروا على المشاكل ديال الطقم السفلي، وغادي نلقاو بعض الحلول اللي تقدروا تستعملوها لثبات طقم الاسنان. دونك كيف قلت لكم، بزاف الناس ملي كيركبوا طقم الاسنان السفلي كيلقاو مشكل في عدم الثبات. طقم السفلي ماشي بحال الطقم العلوي، حيت الطقم العلوي كيكون عندنا واحد اللهة هنايا، هاد اللهة هذا كيعاون في الثبات ديال الطقم. بالعكس الطقم السفلي ما كيكونش عندنا كيف الطقم العلوي، يلاه كيكون عندنا العظم ديال الفك، وبعض الناس هذاك العظم تاع الفك كيكون عندهم ضعيف بزاف، حيت ملي كيحيدوا السنان كي ما كيركبوش في الحين، كيبقاو اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، حتى الفك ولا العظم كيولي بحال هكا. بحال دابا هاد الحالة هادي، هاد السيد ولا هاد السيدة، شوفوا العظم كيف ولا هنايا. دونك ملي كتركب طقم الاسنان السفلي كتحس ديما بواحد التقرحات، يعني كيضرك العظم ديالك، كتحس به كيتهز ليك، كتحس به في الماكلة ماشي هو هذاك. علاش؟ حيت حنا لتحت عندنا المنسال، هذاك المنسال ديالنا، هذيك العضلة ملي كتبقى تحرك دونك اوتوماتيكمون الطقم كيتحرك. دونك شنو خصني ندير وكيفاش خصني نتعامل مع طقم الاسنان السفلي؟ ديما الواحد ملي كيركب طقم تاع الاسنان سيرتو طقم السفلي خاصو يتسايس معاه ويعرف المشكل اللي عنده فين بالضبط. بعض الخطرات كيكون المشكل بسيط، مثلا في الطقم السفلي كيكون عندنا هاد الاحرف هادو اللي هنا كيكونوا طوال ملي كيتركب الطقم كيتهز ليك. دونك هذا الحل ديالو ساهل، دونك كتمشي عند الطبيب ديالك، طبيب الاسنان اللي صاوب ليك، كتحاول ولا هو كيحاول ينقص ليك من الاحرف طوال هنا. كذلك هنا في لابارتي ديال اللسان، يعني كنسميوها لابارتي لانغوال، هاد الاحرف هادو كيكونوا زايدين بزاف، يعني يقدر ينقص ليك شيئا ما من هنا وغادي يتبدل ليك. كاين عاوتاني واحد النقطة هنا اللي كتشوفوا هنا، كتكون عندنا واحد الحيمه اللي شاده لنا بين النسال والفك هنايا. هادو فهاد البلاصه كاين بعض الناس اللي عندهم، كاين بعض الناس اللي ما عندهمش. دونك تحاول في الطبيب ديالك ينقص لك شي ما، بحال يدير لك سو فورم دو في هنايا، يدير لك سو فورم دو في، حيت ملي كتدخل كتشد بلاصتها. كاين بعض الناس كيكون عندهم دي فرين في الجناب تاع في الجناب ديال العظم، هنا عندنا لي فرين، دونك حتى هما يحاول الطبيب ديالك ينقص لك منهم. دونك بالنسبه لهذا المشكل ديال الا كان كتحس به ملي كتركب الفم كتحس به كيطلع، دونك الا نقصتي من هاد الاحرف ومن هذا، يعني غادي تبدل لك الطقم تاع الاسنان. اول او ثاني شيء، ملي كتركب الطقم حاول
ما تحيدوش، حاول تخليه، حاول تسيس معاه باش تعرف بالضبط فين كاين عندك المشكل، سيرتو في الطاقم السفلي، حيت بزاف الناس كيعانيو من هذا المشكل تاع الطاقم الاسنان السفلي. يعني ماشي تركبو صافي وتحس بواحد الاحراج وهذا وتشدو وتحيدو، لا، تحاول ترغم على نفسك وتركبو، يعني ومع الوقت غادي تولف الطاقم السفلي ديالك. كاين بعض الناس ما كيكونش عندهم فين كيتزاد، فين كيتزاد، مثلا حسيتي به ما بقاش مزير لك، تقدر تمشي عند الطبيب ويزيد لك، يدير لك الضبطين، يعني يحاول يزيد لك هنايا في الفم ويدير لك الضبطين تاع طاقم الاسنان السفلي، حتى هو كيساعد في ثبات الطاقم. دونك هذه ثالث حاجه. رابع حاجه ممكن تستعين باللاصق، كاين بزاف تاع الانواع تاع اللاصق تاع الطاقم السفلي تقدر تستعين بهم، ومن بعد واحد الوقت غادي تستغنى عن اللاصق، حيت الطاقم تاع الاسنان غادي يشد الفورما ولا غادي يشد البلاصه ديال الطاقم. ورابع حاجه ولا خامس حاجه، حاول انت ملي كتكون مركب الطاقم تاع الاسنان، حاول تبقى تستعين باللسان ديالك وتبحال بحال تبغي تمص شي حاجه باش الطاقم ديالك يشد، واللسان ديالك تحاول تستعملو باش يهبط الطاقم تاع الاسنان، يعني بحال اللي كدير واحد ليفي تاع فونتوز بحال هكا، بحال الحركه اللي كندير. دونك هاد الحركه هادي حتى هي كتساعد وكتعاون بها راسك نتايا باش الطاقم يزيد فواحد الثبات اكثر. دونك هادو الحوايج الواحد اللي يقدر يديرهم باش يقدر يكسب طاقم الاسنان السفلي، حيت بزاف تاع الناس كيعانيو من مشكل تاع طاقم الاسنان السفلي، ما كيبغيش يشد لهم، وفي الاسبوع الاول كيشدو كيحطو كيبقى خدام غير بالطاقم العلوي. دونك حاولوا دير واحد المجهود وتصبر باش تمكن من كسب طاقم الاسنان السفلي. وكاين الحلول، كاين حلول، بعض الحلول كيف قلت لكم، الحلول كاين اللاصق تاع الاسنان، وكاين الناس اللي عندهم مثلا امكانيات يقدر يدير لي زامبلون، مثلا يدير جوج تاع لي زامبلون هنا، يدير واحد هنا واحد هنا على حساب الامكانيات، بحال كيكون واحد ذكر وانثى، دونك ذكر هنايا وانثى كتكون هنايا. دونك ملي كيركب طاقم الاسنان في الفك كيكون واحد الثبات اعلى وكيشد مزيان. دونك هذا كاين الناس اللي اذا كان عندهم الامكانيات يديروا لي زامبلون، حسب بالنسبه للطاقم تقدر دير جوج تاع لي زامبلون كافيين، اذا درتي اربعه غادي يكون واحد الثبات اعلى اكثر، ولكن في نظري يكون غير جوج بركه ويكون واحد الثبات هذا، وحتى في دغيا غادي تولف عليه. ثالث حاجه بالنسبه لي زامبلون، راه ما كاينش، ماشي كلشي الناس يقدروا يديروا لي زامبلون، بحال مثلا هذا السيد هذا ما يقدرش يدير لي زامبلون حيت العظم ما بقاش عنده، يعني خاصو عمليه جراحيه يزيدوا ليه في العظم هنايا عاد يديروا ليه لي زامبلون. دونك هادو بعض الحلول الحلول باش تكسب طاقم الاسنان السفلي، وحاول انت دير واحد المجهود ذاتي ديالك باش تكسب هذاك الطاقم الاسنان السفلي. المشاكل اللي كيكونوا فيها عاوتاني في الماكله، حاولوا ديما في الماكله ملي تبغي تاكل تاكل الماكله في الاول شويه رطبه، وتبقى تاكل من الجهه اليمنى والجهه اليسرى بشويه بشويه حتى تولف،
وتمكن نتايا بانك راك مركب هذاك الطاقم السفلي ودير واحد المجهود، ومن بعد غادي تولف على الماكلة اللي كتبغي نتايا، يعني وحده وحده حتى تكسب طاقم الاسنان السفلي. كاين كيقول لك بعض الناس كيقول لك انا ما جانيش، ركبت الفم ما جانيش، ما تقادش ليا مع العظم، ما تقادش ليا مع هذا. دونك حاول ملي تركب ديما طاقم الاسنان ساتو السفلي، شوف البلايص اللي عندك فيهم مشكل راك مشي ليهم ديريكت. مثلا يقدر يكون هذاك السيد مثلا اللي خدم الفم خلى واحد الحرف طويل مثلا في الجهه اليمنى، ولا خلى شي حرف عجني في الجهه اليسرى، كذلك في لابارتي لانغوار. هادو خص الواحد ياخذ بهم، حيث هما كيقدروا يكونوا مشكل عندك في الطاقم السفلي. نتمنى هاد المشاكل وهاد الحلول تبعوها، وان شاء الله غادي تكسبوا الطاقم ديالكم وما يبقاش عندكم مشكل في الطاقم السفلي. بعض الناس كيسولوني كيقولوا لي واش الطاقم المرن قابل للتبطين. حاليا في المغرب الماده اللي كنخدموا بها المرينه غير قابله للتبطين. كنسميوها حنا كنخدموا بواحد لاماتير، هذيك لاماتير اللي كنخدموا بها حاليا غير قابله للتبطين. باغ كونتر كاينه واحد لاماتير باقي ما دخلاتش، هذيك قابله للتبطين، قابله لزياده الاسنان. مثلا طاحت لك مثلا شي سنه في الطاقم المرن نزيدوها، هذه باقي ما دخلاتش حاليا المغرب، وان شاء الله الا دخلات غادي نكون من الاوائل اللي غادي نخدموا بها، تكون فيها يعني خدمه احسن من الخدمه ديال المرن اللي كنخدموا به حاليا. دونك هادو هما المشاكل اللي كيكونوا في الطاقم السفلي. حاولوا تفادوهم، وحاول ديما تكسب الطاقم ديالك وتسايس معاه، ووحده وحده غادي تولف عليه كانك كاع مركب الطاقم. نتمنى هذه المعلومات تفيدكم وتحاولوا تتبعوها، وكنشكركم من القلب. تحياتي لكم والى فيديو قادم ان شاء الله. تحياتي واحبكم في الله.